فنيا يتناسب والإقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به، وكانت الفرص المباشرة للفريقين قليلة ومتوازنة، بيد أن المباراة كانت نظيفة وتجلت فيها روح الرياضة بين اللاعبين وجماهير الناديين، وقد انتهت بفوز صعب للوحدة وبهدف سجله في وقت متأخر. كذلك فاز الوحدة في مباراة الشباب بهدفين لهدف، فنال النقاط الست كاملة. وتبقى مباراة حلب بين الحرية وتشرين، وقد أوقف الحكم المباراة في مستهل الشوط الثاني، وكانت النتيجة لدى إيقاف المباراة تقدم الحرية بهدفين لا شيء. وقد ثبتت لجنة أمور تسيير اللعبة نتيجة المباراة، ولامت حكم المباراة لتسرعه بإنهائها، وأعفت حكم التماس حتى نهاية الموسم، ونقلت مباراة واحدة لرجال تشرين وهي مع رجال جهاد إلى طرطوس يوم الخميس القادم بدل الجمعة. لنزار لؤي طالب بسدد ضربة ركنية نفذت لداخل منطقة الجزاء. فيصل أحمد بسدد داخل لعزت بالدور. أحمد رحمون، رحمون بيعمل فنت بيدخل من ناحية اليمين وبيعكس كرة لداخل منطقة الجزاء خطرة وبرأس لاعب الوحدة. نزار محروس، نزار بيخطفها، نزار بيمرر المحمجي ومحمجي بيمر وبيسدد المحمجي وبيحرز أول أهداف المباراة. قبل نهاية هذه المباراة بثلاث دقائق. هي عم نشوف المحمزي يتدخل بين ثلاثة من المدافعين جبلي وواجه الشرطوحي اللي